بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله مولانا الكريم في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وخلق في الكون ما هو زينة للنفوس وبهجة للناظرين، فالناس تميل إلى ما إلى كل ما هو زينة وإلى كل ما هو جمال. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذه الزينة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم. فما هو ممدوح مطلوب مرغوب فيه قد يثاب عليه الإنسان، ومنه ما هو مذموم قبيح يمنع طلبه أو الاسترسال في طلبه. فيقول الله سبحانه وتعالى يسوق لنا ما هو مذموم من أعراض الدنيا الزائلة، وأن الإنسان يطلب الزينة من وجهها الشرعي ومن وجهها المطلوب. فيقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات. زين للناس جميعا حب الشهوات، والشهوات جمع شهوة، ما تميل إليه النفس وترغبه النفس وتهواه النفس. وهذا باب عظيم، باب عظيم. فكثير ما يهلك الإنسان من بابين عظيمين: باب الشهوات وباب الشبهات، أي الشهوات والشبهات. فالشبهات تضبط بالشرع، والشهوات تضبط بالشرع. فمن استرسل في طلب الشهوات ضل، ومن استرسل في تتبع الشبهات زاغ. زين للناس حب الشهوات، فبدأ الله يبين لنا هذه الأنواع من الشهوات، أصناف من الشهوات، فبدأ بما يرغب فيه الناس كثيرا وتشتد نفوس الناس إليها كثيرا، وهي النساء، وفتنتهن أعظم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء عظيمة، وليس المقصود أن المرأة أو النساء فتنتهن في ذاتهن،
وإنما المنهي والمحذور منه في فتنة النساء العلاقة، العلاقة أي علاقة الإنسان بالمرأة، فإن كانت علاقة الزواج أو علاقة الأخت أو العلاقة البنت أو العلاقة الأم فقد تكون واجبة وليس فيها فتنة. علاقة الرجل بالزوجة أو بالمرأة من حيث الحلة فمطلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حبب إلي الطيب، الروائح الزكية، المسك، والنساء أي الزوجات، فالمرأة يرغب فيها الإنسان، يميل إليها الإنسان، يطلبها الإنسان، أي هذه المرأة، لكن لا تطلب إلا من وجهه الشرعي وهو الحلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن المرأة قد تكون فتنة ضارة لمن يطلبها في غير حلية، ولذلك هناك أسباب ووسائل ومنافذ لفتنة هذه المرأة أو لافتتان بهذه المرأة، لذلك أمرنا الإسلام أن نسد هذه النوافذ وأن نغلقها وأن نبعد عنا هذه الفتن. إذا أردنا المرأة فلنطلبها من الحلال، لذلك من النوافذ البصر، فهو سهم من سهام إبليس، من أطلقه أضله وأهلكه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك المصافحة فتنة، أن يصافح الإنسان المسلم المرأة الأجنبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، فهذا فتنة، حينما تصافح المرأة الأجنبية فهذا باب من أبواب الفتنة. كذلك الاختلاط المحرم، أن يختلط الرجل بالمرأة الأجنبية أو أن يختلي بها، فهذه فتنة. أما إن ابتعد الإنسان عن هذه المحظورات وعن هذه المحرمات فلا تعتبر المرأة فتنة. وقد تكون الزوجة فتنة من حيث طلباتها أو رغباتها المحرمة، قد تدفع الرجل إلى أن يكتسب من المال الحرام وأن يأتي بالمال الحرام، لذلك الله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم من أزواجكم وأولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فالمرأة قد تمنع الزوج من الفرائض من الواجبات، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: زوين للناس حب الشهوات من النساء، هذه أولى، زوين للناس حب الشهوات من النساء. الثاني والبنين، قد يتزوج الإنسان المرأة وهدفه الولد للتفاخر وللفخر وللتباهي على الناس، فهذا منهي. وهناك من يتزوج لأجل الولد، أن يزيد به في نسم المسلمين ويمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ
بكم الأمم يوم القيامة. فهذا فيه الأجر. وهناك من يكون له أولاد فيكون بابا من أبواب الشهوات، المعاصي، المحرمات، المناهي، إما أن يدفعوا آباءهم لاكتساب الحرام وللمحرمات والمعاصي، وإما أن يكونوا سببا وعونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن في كل الحال فالنساء شهوة والبنون شهوة، زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الأبناء زينة. الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة. وأنهم فتنة الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فليحذر العاقل الرذيل المسلم من أن تؤثر فيه هذه الفتن أو أن تجره إلى المهالك من النساء والبنين والقناطير، والقناطير المقنطرة. فكذلك من الشهوات، وهو فتنة أيضا، القناطير. والقناطير اختلف فيه أي في تحديده، ولكن هو يعني المال الجزيل، المال الكثير. القناطير المقنطرة المنضدة بعضها فوق بعض، أو القناطير المقنطرة المدفونة، الأموال الكثيرة، هذه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال يجب أن يكسب من حله أولا، ثم أن ينفق في حله، أي فيما أباحه الله سبحانه وتعالى أو أوجبه الله تبارك وتعالى. المال أن نكسبه من طرقه المشروعة، وأن ننفقه في طرقه المشروعة، لأن الإنسان سيسأل عن ذلك يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. كما أن الرجل سيسأل عن المرأة، سيسأل عن زوجته، سيسأل عن أخته، سيسأل عن ابنته، سيسأل عن أمه، سيسأل كذلك عن أولاده، عن أبنائه، سيسأل عن ماله. هذه الأموال أنواع، الأموال هي أنواع. الله عز وجل قال القناطر المقنطرة من الذهب والفضة، هذا مال وهو محبوب لدى الناس. الذهب سمي الذهب بالذهب لأنه يذهب ويزول، الذهب سمي بهذا الاسم لأنه يذهب يزول. فأنت قد تملك الذهب الكثير، ولكن سيأتي يوم، يأتي يوم ليذهب عنك ولا يبقى في يدك شيء منه. كذلك الفضة، الفضة سميت بالفضة لأنها يقال فضة، انفضة، تفرق، يتفرق. فالذهب، فالذهب يذهب ويزول، والفضة تتفرق. وقد يذهب الذهب بموتك، وقد يتفرق أو تتفرق الفضة بموتك على الورثة وعلى الناس، أو يذهب عنك في حياتك. فكم من غني صار فقيرا، كم من غني بين عشية وضحاها صار فقيرا، لأن الغنى لا يدوم والفقر كذلك لا يدوم. الله عز وجل قد يغني هذا ويفقر هذا، يعطي لهذا ويمنع عن هذا. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه شهوة وفتنة. والخيل المسومة، الخيل
محبوبة لدى النفوس ولدى الناس. والخيل ثلاثة أجر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر. الخيل لرجل أجر وهو من أعدها في سبيل الله، ربطها في سبيل الله، كلما داعى داع للجهاد في سبيل الله وركبها أو سخرها في سبيل الله. والآن قد تطلق على المراكب. ثم الخيل لرجل وزر، عليه وزر، وهو من اشتراها أو اتخذها للكبر والغطرسة والتكبر على الناس بأنه هذا يملك الخيل، فعليه وزر. والخيل ستر، وقد تكون لرجل ستر بمعنى أنه يقتنيها من أجل تكثير هذا النوع أو من أجل التعفف، فيكتسب الإنسان ويتخذ الخيل للتعفف. وهذا عند العرب أنهم يتخذون للمركب للسفر لأشياء تخصه وتخص أسرته، ولا ينسى أن يعمل الخير وأن يجعلها للخير وفي سبيل الله. والخيل المسومة أي المعلمة، هذا وصف للخيل. والخيل المسومة والانعام، والانعام كذلك محببة للنفوس. الأنعام، ما هي الأنعام؟ البقر، البقر والغنم والإبل. إذن الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام أنواع ثلاثة. والأنعام محببة للنفوس كذلك. الناس تحب الخيل وتتخذها، وتحب الإبل، وتحب البقر، وتحب الغنم. إذن محبوبة لدى النفوس ومطلوبة، ولا إثم في ذلك ولا حرج في ذلك، ما دام الإنسان فيتخذها من طرق المشروعة ثم ينفقها، أو لا ينسى حق الله فيها، معنى لا ينسى الزكاة فيها في الإبل والبقر والغنم. فكلما حال الحول إلا وعدها، فأخرج إن كان فيها النصاب وبلغ النصاب. إذن فهذا الخيل وهذا البقر وهذا الإبل والغنم إما أن تكون ممدوحة أو مذمومة، إما أن يؤجر عليه الإنسان أو يذم عليه الإنسان. كما أن السيارة الإنسان يشتريها، إما أن يشتريها لأجل أولاده وأسرته للتعفف ويستقل بنفسه وبأولاده، حين يركب السيارة يركب أو يحتاج إلى المركب، فهذا يعني أمور ضرورية في حياة الناس. وإما أن يشتري السيارة لأجل التفاخر، لأجل التكبر على الناس، فهذا عليه الوزر وعليه الإثم. كما أن اللباس نفسه، اللباس نفسه، أنت تشتري اللباس، إذا اشتريته من أجل الستر ومن أجل الزينة ومن أجل الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا مرغوب. وإما أن يشتري اللباس لأجل الشهرة، من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة، يلبس يشتري اللباس ولكن من أجل الشهرة، من أجل أن يقال فلان والله يشتري اللباس أو يلبس الألبسة الغالية الثمن. كذلك المنزل، إذا بنيت منزلك أو بيتك من أجل أولادك ومن أجل أن تقيهم من الحر والبرد، فهذا
لا شيء في ذلك. مطلوب أن يتخذ الإنسان الحجرات والبيوت لنفسه ولأولاده، أما أن يتخذ من أجل التفاخر والكبر والتعالي على الناس فهذا يعني منهي عنه. إذن الله عز وجل يقول: والخيل القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث. ما هو الحرث؟ الحرث هو الزرع. الحرث سمي الحرث لأن الإنسان يفتش الأرض، ينقب الأرض فيحرث الأرض، فالإنسان الذي يحرث الأرض من أجل الزراعة. فالحرث كذلك سنة في الإنسان أنه يحرث ويزرع الأرض لأجل أن يأكل، لأجل القوت، لأجل المعاش. هكذا الإنسان. والحرث كذلك إما أن يكون فيه الأجر وإما أن يكون فيه الإثم. فيه الأجر أنه يزرع الأرض من أجل قوته وقوت أولاده ولا ينسى حق الله فيه. فيه الأجر. والمسلم إذا زرع زرعا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غرس غرسا أو زرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. إذا غرس غرسا أو زرع زرعا يأتي الإنسان فيأكل منه، تأتي الطيور فتأكل منه، من هذا الزرع أو من هذا الغرس، كان لك به صدقة وأنت لا تعلم، أنت لا تعلم بأن فلان قد أكل منه أو أن الطير قد أكل منه أو أن الحيوان قد أكل منه، فيكتب لك عند الله الأجر. لذلك المطلوب من الناس أن يعمروا الأرض وأن يعمروها وأن يصلحوها بالغرس والزراعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. انظروا إلى الإسلام كيف يدعو الإنسان إلى أن يكون صالحا في المجتمع وأن يفيد الآخرين. إذا رأيت زلزال الأرض تزلزل، قيام الساعة، الجبال تفتت، الأرض تتحرك، النجوم تتناثر، وفي يديك فسيلة شجرة صغيرة واستطعت أن تغرسها فاغرسها، فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالحرث فيه الأجر، أنك تفيد نفسك ثم تفيد الآخرين إما بيعا، وتفيد الناس إذا أديت حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء يقول الله عز وجل: لا، والخيل والأنعام والبقر من البقر والإبل والغنم والحرث أي الزرع. فإن كانت شهوة، إن كانت فتنة، لكن المسلم يجعلها لله سبحانه وتعالى. فمن كانت له شهوة أو غير ذلك، هذا كله الله عز وجل يقول: ذلك ما ذكرنا متاع الحياة الدنيا، سواء اكتسبته من ما أباحه الله أو مما حرم الله، أو كان لك خير أو كان لك شر، ذلك متاع الحياة الدنيا. ما معنى المتاع؟ المتاع هو الشيء الذي تتذوقه كأنه حلو وتستلذ به، ولكن بعد مدة وجيزة يزول عنك. الله عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل، كمن يأكله. فالإنسان يستلذ الأكل طعاما يأكله ويتذوقه ويشرب المشروبات، ولكن حينما ينتهي من الأكل أو من الشرب، حينما ينتهي من الأكل، بعد ذلك يزول أو تزول تلك الحلاوة أو المذاق. كذلك الدنيا تدوم لا تدوم، بعد مدة تزول. عش 30 40 50 60 سنة وكأنك لم تعش لشيء
ولم تتذوق شيئا ولم تشعر بشيء في هذه الحياة. الله عز وجل يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن أفضل المرجع، حسن المآب. إذا أردت الحسن والراحة والسعادة فعند الله حينما نعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا أيها الإخوة فهي زائلة. الدنيا إن اكتسبتها زائلة وملكتها زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم يزول وما عند الله باق. فالإنسان لا يقول أنا أعرض عن الدنيا لا أعمل للدنيا، اعمل. فكما قلت لكم في البداية الإنسان قد يكون له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى بهذه الدنيا، وقد تدخل الجنة بالدنيا، وقد تشتري الجنة بالدنيا، لكن لا تنسى أن ما عند الله أفضل وأحسن. ولذلك يقول قوله نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أخبركم، قله نبئكم بخير بأفضل من ذلك، قله نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم خافوا الله، هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعني سبق الحديث عن هذه الأصناف المحببة لدى النفوس في الدنيا، فما عند الله منها أفضل وأحسن، أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.